قبل أن نبدأ الحلقة أريد أن أجاوب على تلك التعليقات التي تقول إن بعد فيونا وكيك مازال في عقل سايمون، وإذا حدث أي شيء لسايمون يتسبب في خطر لبعد فيونا وكيك. يا جماعة دعونا نعرف فقط إن مع ارتباط فيونا وكيك مع الأبعاد الأخرى أصبح بعد فيونا وكيك بعدا معترف به رسميا في المالتيفيرس، ولذلك لم يستطع سكرب القضاء على فيونا وكيك. وبعد فيونا وكيك بعد ارتباطه بشبكة الأبعاد أصبح له قوانين أساسية وأصبح بعد أساسي، ومعنى ذلك أيضا إن البعد لم يبقى عالقا في عقل سايمون وخرج وارتبط مع شبكة المالتي فيرس وأصبح بعد ذاتي رسمي. وأنا معتز من قناة المعتز، سنتكلم عن تفاصيل كثيرة في تلك الحلقة، فلا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وهيا لنبدأ. في خاتمة سلسلة فيونا وكيك أصبح بعد فيونا وكيك بعدا من الأبعاد الرئيسية ولم يعد عالقا في رأس سايمون بعد الآن، ومن هنا أصبح بعد فيونا وكيك مشروع في كل شيء وأصبح له الإمكانيات الرئيسية كأي بعد آخر. وطبعا بريزمو أصبح سعيدا بسبب ذلك الموضوع، ولكن يصاب بريزمو بجليتش في نهاية السلسلة وسنعرف ما علاقة ذلك الجليتش بيده المكسور. إذا كنت لا تعرف آلية إنشاء الأبعاد في سلسلة وقت المغامرة، فبيتم إنشاء الأبعاد بعدة طرق، ومنها الطرق الأكثر وضوحا إنشاء على يد كيانات قوية. نعم صديقي، مثل بريزمو، فبريزمو محقق الأمنيات أنشأ بعض المزرعة وبعض أمنية الليتش وبعض فيونا وكيك وبعض الأطفال الذي إنشأهم من أجل أمنية بيم. ومن هنا نعرف إن الأبعاد يتم إنشائها بشكل مصطنع عن طريق رغبات أو أمنيات مثل بريزمو، أو كائنات كونية تشعر بالملل مثل فول، أو بأوامر من الرئيس مثل سكيرب أو بريزمو. هل يمكن إنشاء المالتيفيرس بكل سهولة في وقت المغامرة بناء على رغبات وبدون أي دراسة؟ في الحقيقة لا، يجب على الأكوان إنشاؤها عن طريق تقسيم نفسها بشكل طبيعي أو بشكل معاكس، وسر أنه يجب على الأبعاد أن تكون معكوسة هو إنشاء قرارات محتملة مختلفة لكل بعد، وجعل كل شخصية تتخذ قرار جديد لإظهار شخصيتها. كمثال مارسلين في البعد الأصلي طيبة، وفي بعد مصاص الدماء شريرة، وفين ذكر وجيك كلب في البعد الأصلي، وفيونا أنثى وكيك قطة، وغير ذلك كملك الشتاء العاقل وملك الجليد المجنون. وهذا هو السبب جزئيا في ضخامة الكون نظرا لوجود عدد هائل من الرغبات التي يتم تحقيقها على يد بريزمو أو الكائنات الكونية الأخرى. ومن هنا مع كل دقة وقت ليستمر الوقت في المرور يتم أخذ قرارات جديدة ويستمر المالتيفيرس في النمو. إذن ما الرائع في بعد فيونا وكيك؟ الموضوع بسيط للغاية. ما جعل بعد فيونا وكيك بعدا رائعا هو تحوله من بعد افتراضي لبعد رئيسي. فنحن نعلم أن بريزمو أنشأ بعد فيونا وكيك بسبب الملل ووضعه في أغبى عقل سحري وهو سايمون، وهذا هو ما جعل بعد فيونا وكيك غريبا ورائعا، وتحول من بعد لا ينطبق عليه أي قواعد من الأبعاد الأساسية إلى بعد لديه قواعد وتنطبق عليه الأبعاد الأساسية. والاستنتاج من كل هذا أن بعد فيونا وكيك أصبح بعدا أساسيا له جداول زمنية مميزة وحقائق بديلة أساسية. إن من الممكن أن يكون له بدائل مزعجة كفينا الكبير وفينا الطفل، فسيكون هناك أيضا فيونا الكبيرة وفيونا الطفلة. وهكذا أغلقنا ملف المالتيفيرس، وبمناسبة أننا ذكرنا فينا الطفل لنتكلم عنه قليلا. فينا الطفل هو نسخة بديلة عن فينا البعد الأصلي، وبعد فينا الطفل أو بعد الأطفال عموما هو بعد أنشأه بريزمو بناء على رغبة بيم، وأمنية بيم الطفولية هو أن يكون العالم كله أطفال. وكما قال بريزمو في بعض الأطفال لا يتقدم أحدهم في العمر بل يظلون دائما أطفال، وكل شيء مصنوع من مواد ناعمة في بعض الأطفال. الشيء المثير والغريب في هذا البعد حقا هو إمساك حراس العلكة لالليتش وقلب ملك الجليد الأشرار، أي إن هذا البعد أيضا مشابه لكل الأبعاد الأخرى. شرير ويتم حراسته بواسطة حارس العلك، وكذلك قلب ملك الجليد الشرير والذي يتم حراسته على يد حارس ملك العلكة الثاني، وهذا هو البعد الأكثر أماما في وقت المغامرة. ومع ذلك أثناء استراحة فيونا وكيك يتسحب فين نحو حقيبة فيونا ويذهبون الأربعة إلى بعد مصاص الدماء. وبصراحة بعد مصاص الدماء أسوأ بعد من الممكن أن ينتقل إليه طفل كفين. في بداية الحلقة السابعة تقوم مارسلين بالهروب من الأشخاص الذين تغيروا أشكالهم بسبب قنبلة الفطر، ونرى في الخلفية كنيسة مدمرة، ونحن لم نسمع عن الأديان أبدا في وقت المغامرة من قبل، فتلك اللمحة تدل على انهيار الأديان وتكوين عوالم جديدة. ومارسلين عندما ترى جثة سايمون فهي في الحقيقة لا تعرفه ولم تأكله أيضا، بل جاء شخص ضخم على ما أعتقد أنه ملك مصاص الدماء وقام بأخذ مارسلين. ومارسلين كانت مجرد فتاة عادية تهرب من الأشخاص الذين تحولوا إلى زومبي.
كيكا الصغيرة لم تعرف كيفية السيطرة على قواها في الحلقات السابقة، ولكنها بداية من الحلقة السابعة استطاعت استخدام قوتها بمهارة عالية ضد مصاصين الدماء. في كل العوالم كان يظهر أن مارتينز شخصية فوضوية ونرجسية ولا يحب إلا نفسه، ولكن في تلك الحلقة أثبت عكس ذلك، وكان شخص جيد لدرجة أنه ضحى بنفسه من أجل فيونا. وأيضا عندما أعجب بفن الطفل وقام بإطعامه وقد شعر شعورا غريبا نحوه في تلك اللقطة. صحيح، كيف جاء فين؟ عندما كانت فيونا في بعض الأطفال قام الطفل فين بالدخول إلى حقيبتها بالخطأ، وهكذا أصبح معهم. وبالطبع مارتينز مات عن طريق مارسيلين. سكيرب في غرفة الزمن يقوم بمشاهدة بعض مصاصين الدماء، ونرى أن ذلك الشخص الذي يقوم بالهروب من مصاص الدماء هو آخر بشري في ذلك البؤر. وبعدها يأتي مشهد لإنذار سكيرب، ونرى أن من الأشخاص المطلوبين للقضاء عليهم هو البومة كوني. بصراحة أنا لا أعرف ماذا من الممكن أن يفعل بوما كوني من أخطاء، وبالذات بعدما علمنا أنه رئيس بريزم، ولكنه في كل الأحوال مذنب كوني. ساحرة الغابة تعلم أن هذان الشخصان مصاصين دماء لأنها رأت الذباب يخرج من فمه، وعندما يحاولوا الهروب يكون هناك فخ صنعته النجمة مارسيلين بنفسها، ونرى أنها بعدما قامت بمص دماء مارتينز أصبحت تحب الدماء. الحلقة الثامنة بعد الصحراء. فيونا وكيك يتشاجران لأنهم يشعرون بالخوف والقلق من سكيرب، وبعدما دخلوا إلى بعض الصحراء يشعروا بإحباط رهيب في ذلك البعد. ويقوم سايمون باسترجاع سجريته الرائعة مع بيتي، ويقدم سايمون في الجامعة مجموعة من القطع الأثرية من اكتشافه، ويقوم الجميع بالضحك عليه في الجامعة، ولكن الشخص الوحيد الذي يعجب بسايمون هو بيتي. بيمو يشرح القصة المأساوية التي حدثت لذلك البعد، فإنه بعدما تظاهر إنه ملك العلك الجديد قال لهم بأن الجميع أصبحوا هياكل عظمية. ويعتقد بيمو إن بعدما ظهر صديقه جاري هو الذي جعل العالم كذلك، وسنعرف لاحقا من هو جاري. بيمو يقوم بمساعدة فيونا وكيك وسايمون، ويقوم بالتضحية بنفسه من أجلهم. وهكذا لم يبقى أحد في بعض الصحراء غير بيمو، والآن بيمو مات. وكان بيمو يحاول أن يحمي نفسه عن طريق ذلك القناع، وفي النهاية استسلم بيمو ومات. وبعدها يقومون بسماع كلام بيمو ويذهبون إلى منزل الإسكيمو ذلك ليطلبوا المساعدة من جاري، وينزلون داخل قبو في ذلك المنزل، وجاري لا يكون سوى لقب للليتش. ويستيقظ الليتش ويقوم بالسيطرة على عقل سايمون وفيونا وكي، ويظهر هنا الوقت الذي تمنى فيه الليتش إنهاء الحياة بكل أشكالها من بريزمو. وفي نفس الوقت الذي حقق بريزمو أمنية الليتش نرى إن ملك الجليد تحول وبشكل فوري إلى هيكل عظمي، وكل أشكال الحياة تحولت إلى هيكل عظمي أيضا في نفس الوقت. وهنا يترك الليتش سايمون وفيونا وكيك، وبالطبع لأنه ليس لديه أي هدف الآن، لقد نجحت مخططته في القضاء على الحياة بكل أشكالها، فماذا يفعل بعد؟ وأتدرون لماذا افتتحت بوابة إلى الغلب؟ عندما أراد سايمون أن يرجع فيونا وكيك إلى عالمهم مرة أخرى وكان على وشك أن يضع التاج، كانت أمنية بيتي بعدما أدركت أنها لن تستطع الخروج من معدن غلب أن يبقى سايمون بخير. ولكن عندما يرغب سايمون في ارتداء التاج فهذا يعكس رغبة بيتي التي اتحدت مع غلب، ولهذا السبب قامت بيتي بفتح بوابة لكي تنقذ سايمون. وهكذا انتهى تفسيرنا للحلقة السابعة والثامنة من فيونا وكي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة، ولا تنسوا أيضا أن تشتركوا في القناة الأساسية. وكان معكم معتز في حلقة جديدة من قناة كارتوني. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.